يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صمنا أول يوم هنا في المملكة، وفي بلدنا صاموا قبلها بيوم ونود الرجوع إلى بلدنا، فماذا نفعل؟ هل نصوم معهم أو نفطر معهم؟ حكمكم حكم البلد الذي أنتم فيه، إذا ذهبتم ورأوا الهلال آخر الشهر فأفطروا معهم، وإن كان نقص عليكم يوم من رمضان فإنكم تقضونه، إذا كان نقص عليكم يوم من رمضان تقضونه، نعم، لكن تفطرون مع الناس ولا تخالفوهم، نعم.